عندي ستيت سبيس ديزنجيشن كان عندي اكس كوب بتساوي اي اكس زائد بي يو وواي بتساوي اكس زائد بي. طب اللي احنا عاوزين نعرفه النهارده ازاي نقدر نجيب الستيتس دي از فانكشن اوف تايم. يعني في الاخر خالص اي كان السيستم بتاعي فيه 2 ستيتس 3 ستيتس 4 ستيتس وات ايفر نمبر اوف ستيتس انا عاوز اوصل في الاخر خالص ان اكس اوف تي ده في التايم. يعني اقدر استنتج قيمه اكس اوف تي على اي لحظه زمنيه. يعني بمعنى اخر عشان بس ما نفقدش المعنى بتاع مش عليها رياضه بس. اذا انا لو عارف الكيوب بتاع السيستم وعارف الاوت بتاع السيستم يكفيني ان انا يعني ده يكفيني جدا ان انا اقدر اعرف شكل الستيتس اللي جوه بتتغير ازاي؟ الكرنت بيتغير ازاي؟ في كلمه معين الامبليفيكيشن بيتغير ازاي؟ الفريكونس بيتغير ازاي؟ اللي هي بنسميها الستيت. يبقى لازم نحل الايكويشن دي. طيب طريقه حلها بسيطه جدا. لو بصينا على الايكويشن الاولى اللي هي اكس بوت بتساوي اي اكس زائد بي دي تكفيني عشان اطلع الستيتس منها. لان لو عرفت اليو اقدر اطلع الاكس بوت. يبقى انا عشان اعرف الاكس بوت اللي هي حل اي ستيت داخل السيستم يكفيني ان انا اعرف الايجو بتاع السيستم بتاعي. طيب لو انا عملت بس ترانسفورم للتو ايكويشنز دول ايكويشن دي فاقدر اقول ان اكس بوت هي عباره عن ايه؟ اس اكس او اس. بس زي ما اتفقنا ان انا عندي الاس دي بتكون في سوليد ماتريكس. الاي عندي في سوليد ماتريكس والبي في سوليد ماتريكس. يبقى ما اقدرش اقول اس اكس او اس على طول. لا انا بقول اس اي اكس او اس ماينس اكس او زيرو اللي هي الانيشال كونديشنز بتاعتي. فاحنا فاكرين احنا لو كان الانيشال كونديشن دي القيمه هتبقى عباره عن اس اكس او زيرو اس اكس او اس ماينس اكس او زيرو ماينس الانيشال كونديشن. فانا هعتبر دلوقتي ان انا كان عندي انيشال كونديشنز. طب لما بس ترانسفورم منها اكس او اكس دوت ما اقدرش اقول اس اكس او اس على طول لان دي ماتريكس او كولون او فيكتور. فبقول في هذه الحاله اس اي اكس او اس ماينس اكس او زيرو. يبقى انا جبت اللابلاس ترانسفورم بتاع الطرف العشرين. طيب اللابلاس ترانسفورم بتاع الطرف العلمين الاكس اوف تي هتبقى كابيتال اكس اوف اس تطلع على اسم اليو اوف تي هيتحول الى كابيتال يو اوف اس مفيش اكتر من كده. يبقى انا عندي الطرف العلمين هيبقى عباره عن ايه؟ اكس اوف اس زائد بي يو اوف اس. عظيم جدا. طيب لو نقلت اكس اوف اس الناحيه ايه اكس اوف اس الناحيه الثانيه يبقى عندي اس ار اكس اوف اس ماينس ايه اكس اوف اس. هاخد اكس و اس مشترك يبقى عندي اس اي ماينس بي ونقلت الاكس و زيرو الناحيه الثانيه بقت عندي اكس و زيرو او الانيشال كونديشنز في التايم دومين زائد بي يو اف اس. طيب عشان اجيب اكس و اس لوحدها يبقى هضرب الناحيه الشمال في اس اي ماينس اي في الباور ماينس 1. يعني هضرب في الانفرس بتاع اس اي ماينس اي. فلو ضربت في الانفرس بتاع اس اي ماينس اي هتلاقي نمبر اس اي ماينس اي في الباور ماينس 1. في اس اي ماينس اي تديني ايدنتي ماتريكس ار. ار في اي حاجه تديني نفس القيمه. فتديني اكس اوف اس. يبقى اكس اوف اس وهضرب الناحيه دي اس اي ماينس اي في الباور ماينس 1 زي ما ضربنا هنا. يبقى اس اي ماينس اي في الباور ماينس 1 في اكس اوف 0 زائد اس ار ماينس اي في الباور ماينس 1 مضروبه في بي يو اس. واضح؟ في حد فاهم معايا في القصه دي؟ هرجع هنا انا ده عندي دي كلها في الاسم دومين او في الفريكونس دومين. هرجع احولها هنا التايم دومين عن طريق انفرس لابلاس ترانسفورم. يبقى بانفرس لابلاس ترانسفورم اقدر احولها من الفريكونس دومين او من الاسم دومين الى التايم دومين. فعندي اكس اوف اس هتتحول الى اكس اوف تي. طيب دي داله في الاسم دومين اس اي ماينس اي تو باور ماينس 1. يعني كانها لو اعتبرنا ان هي 1 على اس زائد اي ماينس اي. اس ار ماينس اي صح طبعا ما اقدرش اقولها كده على طول لان انا زي ما بقول لك دي ماتريكس. تمام؟ فهنسيبها زي ما هي كده وهنقول ان اللابلاس ترانسفورم بتاعها بتاع هذه الداله هيتحول الى فاي اوف تي. حيث فاي اوف تي دي ماتريكس لان انا عندي اس ار ماينس 1 الاي ده عباره عن ماتريكس زي ما اقول اس ار ماينس اي فهتدي ماتريكس. تمام؟ يبقى اللابلاس ترانسفورم بتاعها من الاس دومين بعد ما اعملها انفرس واجيب اللابلاس ترانسفورم هيبقى ماتريكس ولكن في التايم دومين اسمها فاي اوف تي. فاي اوف تي يكتبوا عليها كده ترانزيشن ماتريكس. اسمها ترانزيشن ماتريكس. عشان ما حدش يفكر قاعد في ايه ترانزيشن ماتريكس. ترانزيشن ماتريكس. فاي اوف تي. زي ايه بقى؟ عندي دلوقتي انا دالتين في الاس دومين. هفكر بحاجه كده في الكلاس ترانسفورم. اكيد
اكيد انتوا خدتوها. لو انا عندي داله في اسم مين مضروبه في داله ثانيه في الاسم مين، تمام؟ واقدر اجيب اللابلاس ترانسفورم دي لوحدها واجيب اللابلاس ترانسفورم لوحدها، يعني عندي دالتين في الاسم مين. لو قدرت اخد دي واجيبها لابلاس ترانسفورم الداله الاولى واخد الداله الثانيه واجيبها لابلاس ترانسفورم، يبقى الداله الكليه في التايم دومين هي عباره عن ايه؟ تكامل من زيرو لتي الداله الاولانيه بس معمول لها ديلي من ضرب تاو مضروب في الداله الثانيه في التايم دومين اللي هي يو اوف تاو دي تاو. فدي القصه دي لو ربنا لو عامل حاجه زي كده، لو عاوز اجيب لابلاس ترانسفورم او عاوز اجيب انفرس لابلاس ترانسفورم وليكن مثلا لاف 1 اوف اس اف 2 اوف اس الاثنين دول مضروبين في بعض، يعني دي كده مضروبه في كده، وعاوز اجيب دي في اللابلاس ترانسفورم بتاعها، وانا اقدر اعرف اللابلاس ترانسفورم بتاع دي لوحدها اللي هي عباره عن اف اوف تي، اعرف اجيبها، واعرف اجيب كمان الاف 2 اوف تي، تمام؟ ممكن اشيل اف 1 اوف تي وعبر عنها تي ماينس تاو، يعني اشيل كل تي وعبر عنها اف اوف تي ماينس تاو، يعني كاني عملت لها ديلي. والاف والاف تي اف 2 اوف تي احولها الى اف 2 اوف تاو. وبعدين بعد كده اكيد التكامل بتاع اف اوف تي ماينس تاو في اف 2 اوف تاو بالنسبه الى تي تاو. في هذه الحاله يبقى انا جبت الاف اوف اس اف اوف تي الكليه بتاعت حاصل ضرب الاثنين في بعض. فاكرين الكلام ده؟ هي صحيح بتقول لي كده لما انا بيكون عندي دالتين دالتين واحده اف 1 اس والثانيه اف 2 اس، لو انا قدرت احسب اي دالتين مضروبين في بعض الاولى والثانيه يبقى اقدر احول الاولانيه واحول الثانيه واعمل تلين الاولانيه واكمل ده يديني ناتج لابلاس ترانسفورم. انتوا اكيد خدتوها في الفيديو بتاعت لابلاس كام اللي هي اسمها ايه؟ طريقة تانية اللي هي اسمها كارلي هاملتون.
التنسيق بس عبر لي فين برضه عبر لي احنا نقدر نستفيد منه. خلينا هاي بس واحده واحده كده في الاس تو اي. طيب عاوزين بس يا جماعه نبص على كده شويه الايكويشن دي كده شويه. كل يركز معايا. هل يا ترى الايكويشن دي ليها حل لو حتى لو ما كانش عندي يعني لو انا طلعت اليو اوف تي بتاعت تايم زيرو يو اوف تاو زيرو يعني ما كانش انبوت بالسيستم هل هيبقى في اوت؟ هيبقى في اوت اذا كان في انيشال كونديشن اكس او زيرو. ما هو لو انا جبت زيرو لكن لسه في كلمه تاني اللي هو اي او سي تي اكس او زيرو يبقى اعتمادا على الانيشال كونديشنز بتاعتي اذا كانت الانيشال كونديشن لا تساوي زيرو يبقى ايه في حتى لو كان في عندي مفيش انبوت لو ما حطيتش انبوت بالسيستم هيبقى في حل معين. يعني الاكس او تي هيبقى ليها قيمه معينه. بس انا السيستم ده في حال لما اكون مالوش انبوت يو اوف تاو بسميه اكتبوا عندكم ان فورسد سيستم بسميه ان فورسد سيستم. ان فورسد سيستم يعني ايه؟ يعني سيستم ما عندوش حاجه ما عندوش ما عندوش فرصه معينه عشان يتصرف تجاه هذه الفرصه. يبقى لو كانت عندي يو اوف تاو زيرو ده اسمه ان فورسد سيستم. يبقى لو انا عندي ان فورسد سيستم والاكس او زيرو اللي هي الانيشال كونديشنز بتاعتي ما بتساويش صفر يبقى هيبقى في عندي قيمه اسمها اكس او طيب لو عندي الاس انيشال كونديشنز بتاعتي زيرو وحطيت انبوت مقدار يو اوف تاو كان الانيشال كونديشنز بتاعتي زيرو هيبقى في حل للمعطل ده هيبقى في حل اللي هي عباره عن اكس او تي بيساوي مكان من زيرو تي اي او سي تي ماينس تاو بي يو اوف تاو دي تاو يبقى حتى لو في زيرو انيشال كونديشنز جاست ان انا حطيت انبوت يبقى اقدر اتوقع ان اي لحظه ما هي قيمه الاكس او تي هتكون في النتيجه بتاعت السيستم. طيب لو كان في اثنين لو سيستم كان شغال وليه انيشال كونديشنز معينه وجه في لحظه وهو شغال اديته انبوت يو اوف تاو مش هيبقى عندي سوليوشن جديد اكس او تي اللي هو عباره عن ده زائد ده. يبقى لما اجي اسالك واقول لك احنا ليه المعادله دي اذا كان السيستم انفورسد سيستم يبقى معناها ان انت كل الحاجات بتاعتك من يو اوف تاو زيرو يبقى كان الاكس او تي عباره عن اي او سي تي اكس او تي. طيب تعالوا ناخد مثال بسيط كده يفهمنا القصه دي. لو انا عندي سيستم معروف ليه ستيت سبيس ريبريزنتيشنز انا جاي عاملني هنا عشان احب الستيت سبيس ريبريزنتيشنز ما يهمنيش ان انا اكون عارف الماتريكس ولا سي ولا عارف الماتريكس دي اللي هي الماتريكس المرتبطه بالالفا انا يكفيني بس الماتريكس المرتبطه بالاي لان انا عشان الستيتس داخل السيستم تتغير يبقى لازم اغير الانبوت بتاعي. طيب عندي سيستم بسيط كده الاي بتاعته عباره عن 2 في 2 ناقص 5 ناقص 1 3 ناقص 1 والبي بتساوي 1 و1 وعاوز اجيب اكس اوف تي قلت لك استنى اجيب اكس اوف تي في حاجه اليو بتساوي 0 اليو بتساوي 0 ناقص 100 على فرصه السيستم وفي حاله اليو اليو في بتساوي 2 يعني ايه بتساوي 2؟ يعني عباره عن داله في التايم دومين الانبوت بتاعها عند اي لحظه زمنيه قيمته بتساوي 2 تمام؟ وبعتبر ان انا كده بفكر في الزيرو احنا كده داله عندك لو هي في التايم دومين عند القيمه 2 وماشيه كده على طول في مثلا ستيب انبوت كانت مش ستيب مش كده ستيب ستيب اروف في 2 يعني كانت ستيب اروف اللي هو في بتساوي 2 واعتبرت ان الانيشال كونديشنز بتاعتي شغاله وات ايفر هي مش مشكله ممكن تكون دي غير معينه فقلت ان الاكس او زيرو بتاعي اللي هي الانيشال كونديشنز بتاعتي هي عباره عن اكس 1 0 واكس 2 0 اكس 1 0 واكس 2 0 مش اكس 10 اكس 20 اكس 1 0 واكس 2 0 تمام اللي هي الانيشال كونديشن بتاعتي يعني كانها قيمه الاكس 1 عند تايم 0 وقيمه الاكس 2 عند تايم 0 لان انا عندي السيستم بتاعي ايه دي عباره عن 2 في 2 فده على طول اقدر استنتج منه ان انا عندي كام ستيت 2 ستيتس اكس 1 و اكس 2 اكس 1 كان ليها انيشال كونديشن اسمها اكس 1 عند تايم 0 و2 كان ليها انيشال كونديشن اسمه اكس 2 عند تايم 0 كويس طيب والله الهدف يعني الحاجه المهمه ان انا اقدر استنتجها ولازم اجيبها عشان احط المعادله دي عباره عن اي وسي فهبتدي بيها انا قلت ان الاي وسي دي عباره عن اي بلس بلس ترانسفورمر بتاع اس اي ماينس تي للباور ماينس 1 يبقى الجامده دي اس اي ماينس تي اس اي ماينس تي لو بنعملها اس مضروبه في الايدنتيتي ماتريكس اللي هي نفس الاوردر بتاع 2 في 2 الايدنتيتي ماتريكس اللي هي الاوردر 2 في 2 اللي هي 1 1 0 0
اللي هي عباره عن اس 0 0 اس واطلع منها الماتريكس كي بتاعت اس اي ماينس 1. هنوصل لهذه الماتريكس في اس دومين 2 في 2 اس 5 1 ناقص 3 اس زائد 1. تمام؟ طيب هنبتدي نجيب الانفرس بتاعها. الانفرس بتاعها عباره عن 1 على الديترمنت مضروب في القصه بالمعنى ده. يبقى 1 على الديترمنت يعني 1 على قيمه المحدده بتاعت المصفوفه دي. يعني 1 على اس زائد 5 في اس زائد 1 ناقص 3 في 1. يعني كانها 1 على اس زائد 5 اس زائد 1 زائد 3. طيب احنا اتعلمناها زمان بقى. لو انا عندي ماتريكس 2 في 2 بقى الجمع كام ده؟ يبقى عندي اس زائد 1 اس زائد 5 مره الرقم الثاني ناقص 1 يبقى ده كده ناقص 1 اللي هي نقطه 3. كويس؟ فكينا القصه دي بقى كلها كده فكينا المقام ده كله وضربنا كل ايلمنت من دول في قيمه المحدده اللي بره دي. فعنصر الماتريكس بالشكل ده معاك، ماتريكس لو وصلتها اس زائد 1 على الكلام ده ناقص 1 وهكذا، يبقى كأن عندي وصلت الماتريكس 2 في 2 في الاس دومين بهذا الشكل. الخطر بعد كده اسهل حاجه ان انا اعمل بشر فراكشن، ان انا هجيب دول كأنهم قوسين مضروبين في بعض، طبعا كنا فاكرين بشر فراكشن. هجيب دول كأنهم قوسين مضروبين في بعض، اللي هي عباره عن اس زائد 2 اس زائد 4. لما اجي اعمل بشر فراكشن يبقى عندي الاثنين دول مجموعين على بعض بالشكل ده، عملت بشر فراكشن لكل واحد منهم. وصلت للشكل. طيب عشان اجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم ايه اللي هعمله يا جماعه؟ عشان اجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم يبقى كل اللي هيحصل ان انا هجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاعتي. الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاعي اللي بتبقى عليه اي مكان؟ يعني كانها ناقص نص اي اس ماينس 2 تي زائد 3 على 2 اي اس ماينس 4 تي. انا ما كتبتهاش انا اكتبوها انتوا عرفتي سهل. كيف؟ اللي بعديها اللي هو ناقص نص مضروبه في اي اس ماينس 2 تي زائد نص اي اس ماينس 4 تي. اكتبوها انتوا ما كتبتهاش. يعني تلاقيني بجيب اي في ستاندرد ترانسفورم بعينها على طول باي انفرس لابلاس ترانسفورم لكل واحده من دي عشان اقدر اجيب اي اس اي دي. تعرف الموضوع على طول؟ ممكن بعد اذنك ممكن من اول الباي بشر فراكشن تاني؟ عملت بشر فراكشن يعني خليت القوسين دول مجموعين عندي يعني بدل ما يبقى عندي قوس واحد كده خليتهم قوسين مجموعين في بعض. فالقوسين اللي مجموعين في بعض هي عباره عن اس زائد 2 في اس زائد 4. وبعدين عملت بشر فراكشن. فاكرين بشر فراكشن ولا لا؟ فاكرين ولا لا؟ عملنا بشر فراكشن فلو الاثنين مجموعين على بعض يبقى كلمه الترم ده مجموع على الترم ده. هنجيب بعد كده اي اس اي تي. احنا قلنا ان اي اس اي تي هي عباره عن الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاع اس اي ماينس اي باور ماينس 1. هجيبها كده الترم ده لو انتوا كملوا الباقي. لو بصيت على ده كده وعاوز اجيب التايم دومين بتاع الاس دومين ده مش هيبقى كانه ناقص نص في اي اس ماينس 2 تي لو الترم ده واحد زائد 3 على 2 في اي اس ماينس 4 تي صح؟ وهكذا هتكملوا انتوا ده الباقي كده. يبقى كده انا جبت ايه يا جماعه؟ اي اس اي تي. كويس قوي. طالما جبت انا اي اس اي تي يبقى خلاص يبقى كل اي حاجه ممكن اجيبها في المعادله لو احرجت الاول ان الحاله الرقميه اللي هو بيقول لي اعتبر ان اليوم بتاعك بزيرو يبقى كل ده يحصل ان هذا الترم هيختفي ويبقى كده الاكس اوف تي اللي هي عباره عن اكس 1 اوف تي واكس 2 اوف تي هتبقى عباره عن الاي او سي تي اللي انا جبتها هنا مضروبه في الانيشال كونديشنز بتاعتي. يبقى كده ان هي دي بقى لما اضربها في الانيشال كونديشنز بتاعتي اوصل ليها اوصل لهذه العلاقه. يعني كان عندي اذا كان اليوم بتاعي بزيرو والانيشال كونديشنز اكس 1 زيرو اكس 2 زيرو يبقى اكس 1 اوف تي هتساوي الكلام ده كده وإكس 2 أوف تي هتساوي الكلام ده. يعني أنا ممكن أعوض عن تي بلحظات زمنية مختلفة ومع نوعية الإنيشال كونديشنز أقدر أعرف شكل الإكس 1 أوف تي بيتغير إزاي مع الطرف وأقدر أعرف شكل الإكس 2 أوف تي بيتغير إزاي مع الطرف. ودي نقطة مهمة جدا إن أنا أكون عارف الستيتس بتاعتي
بتاعتك تتغير. وزي ما بقول لكم احنا اوصل مثال كنا قلناه ان لو الكرنت بيتغير في الاندكتنس ده ليه شكل معين اذا اعتبرته ستيت والفولتج اللي عليه بس ممكن اعتبره ستيت يبقى اقدر استنتج عند لحظات زمنيه مختلفه تبقى الهيكو بتاعي الستيتس بتاعتي تتغير ازاي. طيب عرفت الستيتس بتاعتي تتغير ازاي كويس؟ مش انا عندي واي بتساوي سي اكس دي يو اللي هي المعادله الثانيه مش المعادله الثانيه المعادله الاولى اكس بوت بتساوي اكس زائد دي يو المعادله الثانيه واي بتساوي سي اكس زائد دي يو. طب انا عارف الاكس وعارف السي وعارف الدي يبقى اقدر استنتج الاوتبوت يبقى دلوقتي انا كاني حليت السيستم كاملا قدرت استنتج الستيتس من المعادله الاولانيه بالطريقه دي والمعلومين السي والدي اقدر استنتج الاوتبوت بتاع السيستم بشكل عام يبقى انا قدرت استنتج كل حاجه للسيستم داخله وانبوت واوتبوت كويس. طب تعالى نشوف الحاله الثانيه بقى اذا نعمل ايه؟ ايه اسمها؟ واحد في واحد عشان امرر 2 في 1 1 في 1 يديني 2 في 1
فجاي لي الجروب بتاعي اقول له كويس. يعني كل اللي هحصل ان انا هشيل الجروب بتاعه واحط مكانها كام؟ قيمه مقدارها كام؟ 2. هوصل للشكل ده. لما انت كامل تعرف تقارن الكلام ده بالنسبه بتاعه ولا لا؟ اعمل اول صف اجيبه زي ده اللي كامل. يعني لو خدنا تكامل بعتبر ان انا مكمل الصف الاولاني مع بعض. زيرو الكاو يوس ماينس 2 تي ماينس تاو زائد 4 يوس ماينس 4 تي ماينس تاو بالنسبه الى بيتا. انا بتكلم بالنسبه لبيتا واي حاجه فيها كده يبقى كانها كونستنت. طلعوا اتعرفوا الكهرباء كانت الموضوع بسيط كانها من 0 تي ناقص 2 يوس ماينس 2 تي مضروبه في يوس زائد 2 تاو صح؟ زائد 4 يوس ماينس 4 تي زائد 4 تي يوس كام؟ 4 تاو دي تاو. تمام؟ انا بتكلم دي فممكن اطلع دي ماينس 2 يوس ماينس 2 تي تكامل من 0 تي يوس 2 تاو زائد 4 يوس ماينس 4 تي تكامل 4 يوس 4 تاو دي تاو. كانوا الاثنين تكامل. ممكن اطلع نص اقرب هنا في 2 واقسم على 2 تمام؟ واقرب هنا في 4 واقسم على 4. بس خلاص بقى هتجاوب طويل بس في الاخر هتجاوب نوصل. واضح يا جماعه الطريقه دي؟ يبقى كده انا اقدر احط الاستريس بتاعي اي سيستم بتاعي. في طريقه ثانيه مختلفه ده باستخدام حاجه اسمها كولي هامبتون. هنبتدي نتكلم مع بعض. فاكرين كولي هامبتون؟ طب خدناها فين؟ خدتوها مع بعض في الماتريسيز. طيب تعالى فكرت فيها بسرعه. طيب مش مشكلة هنقول برضه الحاجة اللي فينا وأقول لكم حتى العلاقة العامة بتاعتها. تعالوا نحط المسألة عشان أنا مش هتحس. المسألة دي يا جماعة عنصر واحد اللي انتهت فيه من الأول للآخر. بعد كده تقدر بعد طلعها تعمل كل واحده من دي كويس؟ بعد ما تعملها تطلع الحل ده تعملها بنسبه كام؟ بالظبط كده تجمع ده على ده. بص ليه عندك هنا دي 2 في 1 ودي برضه 2 في 1 فهتجمع الصف اللي فوق ده على كل الصف ده زائد ده الصف اللي تحت ده كله هتجمع عليه زائد. طب بص ليه في عندك جزء بيعتمد على الدين وجزء بيعتمد على الكيشن كونديشنز بتاعه وده منطقي. اي حاجه في الدنيا كده لو اتفقت وهي كانت على كانت على حاجه معينه تكتيك او تكتيك. طيب تعالوا بقى نقول الكلام ده هعمل فين؟ ما في الحاله دي لو انا طبقت هذه الريليشن
الانفستر بس ترانسفور بتاع الاس ار ام اس اللي هو مايسون. بس محتاج حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه محتاجها؟ ان انا لازم احسب الفا لوب والفا واحد في الحاله دي، او الفا لوب والفا واحد والفا اثنين في الحاله دي، الفا لوب والفا واحد والفا اثنين والفا ثلاثه في هذه الحاله مع الاس. يبقى على حساب ان انا مش هعمل انفستر بس لو بس ترانسفور، هحتاج ان انا احسب حاجات ثانيه. طيب اللي بيحقق لي هذا الكلام او بيخليني اعمل احسن الفا ضد الفا 1 نظريه اسمها كارلي هاملتون ثيوري. كارلي هاملتون بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الداله دي تتحقق تماما اذا بدلت الايه وحطيت مكانها الايجن فاليوز بتاعتها. يعني الماتريكس ايه كان ريبليس الايجن فاليوز بتاعتها. يعني لو انا عارف ان الماتريكس ايه ليها احد الايجن فاليوز بتاعتها اسمها لمبه واحد بس، فاقدر اقول دي ايه اس لمبه واحد دي تساوي الفا روم اي زائد الفا روم واحد. ولما يكون عندي اكثر من معادله واكثر من مجهول اقدر استخدم كلمه الفا روم والفا روم. المثال ده هيعرف لك على القصه دي. تعالوا نشوف المثال ده عامل ايه. كل الهدف من الحته بتاعت الكتاب دي عامل ايه؟ ان انا بحسب الاي اس اي دي بطريقه ثانيه بس. يعني ده شغل رياضه يا جماعه مش دكتور يعني. بس تعالوا نبص فيه. طيب خلاص انا عملت اليو سي دي طالما من الاوردر بتاع الماتريكس بتاع 2 في 2 يبقى اليو سي دي الجنرال فورم بتاعه عباره عن طبعا ده ليه اسباب ما نصحش ان لازم ليه اسباب وعشان كده اعمل الكلام ده في الرياضه. فنقدر نقول ان اليو سي دي بتساوي الفا روم في اي زائد الفا 1 في اي. تمام؟ فاكرين عارفين الاسباب بتاعها جه منين؟ فاكرين لما بعمل اكسبانشن اكسبانشن اليو سي دي ماكلوري سيريز والحاجات دي خدت مكتوب انزلت ازاي بعد ما اعمل اكسبانشن؟ فانا بعمل اكسبانشن بس لعدد معين من ليميتس معين. طيب تعالى نشوف بس على طبق الكلام ده ازاي. اول حاجه بجيب الايجن فاليوز بتاع هذه الماتريكس. انا عندي ماتريكس ايه؟ فكل اللي عندنا ان انا هجيب الايجن فاليوز اللي هي عباره عن المونتاز فاليو او الديتيرمنت بتاع لمبا اي ماينس اي بيساوي صفر. فعملت لمبا اي ماينس اي طلع عندي الشكل ده وجبت الديتيرمنت اللي هو الجاف ده استاف ده وسويته بالصفر، لقيت ان انا عندي تو فاليوز للمبدا ممكن يخلوني الايكويشن دي تساوي صفر، يا لمبدا بتساوي ماكس 2 ولمبدا بتساوي ماكس 4. يبقى عندي كام ايجن فاليوز؟ تو ايجن فاليوز، ممتاز جدا. يبقى اللي انا بطبقه هنا ممكن اشيل ايه واحط مكانها الايجن فاليوز بتاعتي. دي النظريه بتاعت كارلي هاملتون. يقول لي ايه؟ يعني انا ممكن تعالوا نقارن دي بدي على بعض، الايكويشن على بعض. ممكن اشيل ايه واحط مكانها قيمه اول ايجن فاليو يبقى اي اس ماينس 2 دي بتساوي الفا نوت زائد الفا 1 واشيل ايه واحط مكانها اول ايجن فاليو اللي هي عباره عن ماينس 2. يعني كده الايكويشن العامه اللي احنا عرفناها رتبنا افكارنا دي. دي الايكويشن العامه عشان اقدر اثبت ايه اي اس اي دي. ايوه بقى دي الايكويشن العمليه اللي انا عندي 2 في 2 جبت الايجن فاليوز. النظريه بتاعت كارل هاملتون فيري بتقول ايه؟ بتقول ان انا اقدر ريبليس اقدر اشيل الماتريكس اي دي واحط الايجن فاليو واحافظ على نفس المعادله. فلو كان عندي الايجن فاليو الاولانيه ناقص 2 فانا ممكن اشيل دي هنا واحط مكانها ناقص 2 واشيل دي هنا واحط مكانها ناقص 2. نفس الكلام ينطبق على الايجن فاليو التاني. يعني ممكن اشيل الاي هنا واحط مكانها ناقص 4 واشيل دي هنا واحط مكانها ناقص 4 تبقى هي المعادله التانيه. بقى عندي في معادلتين في مجهولين. ايه المجهولين عندي؟ الفا نوت والفا 1. يبقى اقدر لو تختار من بعض الادوات دي في ناقص ومع بعض اقدر اجيب الفا 1 بدلاله دي والفا نوت بدلاله دي اهي. يبقى انا جبت دلوقتي الفا نوت بدلاله دي والفا 1 بدلاله دي. طب اللي هيحصل بعد كده ايه؟ ان انا هعرض الايكويشن الفا نوت والفا 1 في ايه؟ في الايكويشن رقم 1. يعني هجيب دي الفا نوت اللي هي فانكشن فيها اضربها في اي هيساوي 1 1 0 0 واضربها في اي اللي هي موجوده عندي واربعهم على بعض تطلع لي اي اس بي دي بهذا الشكل. واضحه؟ دي طريقه ثانيه. اللي ما بيعرفش معايا يعني دي مش بس مسبورت. انا شخصيا بفضل الطريقه دي لان يعني في حسابات اطول لكن لا تحتمل الخطا يعني. لان ممكن يكون عندك تيجي وتشك صعب شويه تبص تلاقي تجيب اي اس اي دي مش هتبقى سهل. اوكي؟ او عندك كونديشن معين او الماتريكس نفسها يعني
جاست بتعمل ايه؟ اي اس اي تي. واضحه؟ لو كانت الماتريكس 3 في 3 لو الماتريكس 3 في 3 يبقى اللي هحسبه المره دي الفا 1 والفا 1 والفا 2 سهل، يعني يبقى عندي ثلاث معادلات في ثلاث مراحل، يبقى اقدر استخدم الفا 1 والفا 1 والفا 2 واكبر الكلام ده اقدر اجيب اي اس اي في نفس المكان. طيب هناخد بريك شويه مع بعضنا نكمل. ازاي بقدر اجيب؟ ازاي اقدر اجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز وازاي اقدر اعمل دايجونيزيشن للماتريكس اي؟ وصلت في الاخر ان انا قدرت اوصل الى ترانسفورميشن بعملها على الماتريكس اي بحيث ان انا بحول السيستم بحول الماتريكس اي دي الى بيانات الماتريكس واقدر استنتج الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي بتاعت السيستم. في حاجه انا عاوزكم تعرفوها كده هنتكلم عنها ونكملها المره الجايه. ديكومبوزيشن. ديكومبوزيشن يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل بارتيشن يعني كاني بقسم الماتريكس بتاعتي الى مجموعه من البارتس. يعني ايه اقسم مجموعه من البارتس؟ تعالوا نفكر فيها. انا قلت ان انا ممكن يكون في عندي ستيتس كنترولبل تمام؟ وفي عندي ستيتس ممكن تكون اوبزرفبل صح؟ وقلت ان احنا في عندي ماتريكس مثلا اسمها سي لما بكبس الكلام ده لازم في الاول احول الماتريكس اعمل لها ترانسفورميشن واعمل لها دايجونيزيشن وتعلمها ازاي اعمل القصه دي. بعد ما بحول بقول ان انا في عندي مودز جديده، المودز دي قد يكون فيها مودز كنترولبل، قد يكون فيها مودز كنترولبل مش اوبزرفبل، قد تكون زي ما بقول بس وهكذا. طيب في اسلوب تاني بقى انا اقدر احدد فيه. السيستم بتاعي فيه كام ستيت كنترولبل. فيه كام ستيت اوبزرفبل. طب الستيتس الاوبزرفبل دي هل هي كنترولبل ولا لا؟ والستيتس الكنترولبل هل هي اوبزرفبل ولا لا؟ فبعمل حاجه اسمها ديكومبوزيشن. ان انا كاني بقسم الماتريكس بتاعتي او بقسم السيستم بتاعي بحيث ان انا اقدر احدد بحيث ان انا اقدر احدد يا جماعه اقدر احدد على طول الستيتس بتاعتي ايه منها؟ ايه هي الستيتس؟ كنترولبل ايه هي الستيتس؟ كنترولبل اوبزيرفبل ايه هي الستيتس؟ كنترولبل نوت اوبزيرفبل ايه هي الستيتس؟ العكس بقى اوبزيرفبل وهكذا يعني التبادل والتوافق بتاعتها بتاعت الكنترولبل والاوبزيرفبل كويس. فاول نوع بعمله بعمل حاجه اسمها ديكومبوزيشن. تعالوا نشوف في حاجه اسمها ديكومبوزيشن نركز مع بعض. هي طريقه رياضيه عامله زي سهله جدا مفيش فيها مشكله. تعالوا نبص نعملها ازاي. لو انا عندي ماتريكس بالشكل ده يبقى عندي الاي والبي والسي. هنتعلم بس الديكومبوزيشن دلوقتي. احنا خدنا المره اللي فاتت ان انا لما يكون عندي ثلاثه في ثلاثه ففي عندي الماتريكس اللي بقدر احكم منها اذا كان السيستم كنترول ولا لا اللي هي عباره عن ماتريكس زي بي اي بي اي تربيع بي بالشكل. بحطهم مع بعض باخد البي وبعدين احسب الاي في البي وبعدين احسب الاي تربيع في البي واحطهم كده جنب بعض. تعالوا بصوا على الماتريكس دي دلوقتي. عاوزكم تركزوا معايا خطوه خطوه. الماتريكس اللي قدامي فيها كام كولوم؟ بنبص على الكولومز، ممكن ابص على الكولومز برضه نفس القصه. الاول الرانك بتاع الماتريكس دي كام؟ كده بمجرد النظر على الرانك بتاعها كام؟ ثلاثه؟ اثنين، كويس. ليه مش ثلاثة؟ في صفر زيرو، لما يكون عندي صفر زيرو يبقى معناها كان الديترمنت بتاعي كام؟ الديترمنت بتاعي زيرو، يبقى الرانك مش فور رانك مش ثلاثة. أبص بقى أشوف في عندي كام اندبندنت كوز أو كام اندبندنت كولز. هنا هبص على الكولز مثلا، فأبص ألاقي إن أنا عندي نمبر أوف اندبندنت كولز فعلا هو عبارة عن اثنين، ممكن آخد ده وده أو ده وده. لأن الاثنين دول زي بعض فاكرين الاثنين دول ديبندنت. فاكرين دلوقتي إن أنا عندي في تو اندبندنت كولومز هاخدهم مع بعض كده وليكن 2 2 0 0 2 0 0 2 0 اوكي. يبقى على حسب الرانك بتاعي باخد عدد من الكولومز دي بطريقه اللي هي سلاب طويل بس احنا عاوزين نفهم ازاي يعني نعرف نعملها لو كده. يبقى دلوقتي انا عندي 2 كولومز، ال 2 كولومز دول اندبندنت كويس. انا ممكن اعمل سيمبليفيكيشن بحيث ان انا اعمل بدل ما هم يعني مضروبين في اثنين بحيث ان انا اقسم على اكبر رقم ممكن وما يبقاش حاجه.
يبقى كده العمود الاولاني واحد واحد صفر، واحد واحد صفر، والتاني صفر واحد صفر. يبقى ممكن اسيبهم زي ما هما، انا بس بوريكم ابسط صوره. فبقول في وسط التست هنا انا ممكن اسمع الاثنين واخد العمودين دول. كويس؟ طيب اعمل ايه بعد كده؟ انا عاوز اجيب ماتريكس اسمها اللي هي ماتريكس اللي بعمل فيها ترانسفورميشن اللي هي تي ماينس 1. فلازم عشان اجيب تي ماينس 1 اللي بعد كده لو انا هتوقع تي ماينس 1 انا محتاج تي. لو توقع تي فانا محتاج تي ماينس 1. يعني محتاج تي انفيس محتاج ومحتاج. فافرض ان دي تي ماينس 1 ما ينفعش، مش مفروض تي ماينس 1 لازم تكون 3 في 3 2 في 2 4 في 4 لازم يكون الكونتر بتاعها على الصفوف بيساوي 1 يعني. فلازم اكمل هذه الماتريكس لازم اكملها بعمود ثالث. تمام؟ ممكن احط عمود ثالث في اي مكان. كويس؟ العمود الثالث اللي احطه ده بشرط ان هو يضمن لي حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان الرانك بتاعي او بلاش نقول الرانك، ان الديترمنت بتاعي لا يساوي صفر. يعني اسمي العمود الثالث هنا بحيث ان الديترمنت بتاعي لا يساوي صفر. واحط اي ارقام. فتعالوا نبص كده. لو ده صفر وصفر بس احطها في اقصى صوره ممكنه يعني. طيب انا ممكن احط كلهم واحايد. تمام؟ طب اقصى صوره ممكن احطها ورا ان الماتريكس بتاعتي الديتيرمنت بتاعها لا يساوي صفر. جنب العمودين اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا احط واحد هنا. صح؟ لان لو حطيت واحد هنا وصفر هنا وصفر هنا وصفر العمود الصفر تحت صفر يبقى في هذه الحاله مش هينفس. يبقى الحل الوحيد ان انا ينفع احط الواحد هنا عشان اضمن في هذه الحاله ان الديترمنت بتاع الدي لا يساوي صفر. انا عايزكم تفهموا كده، مع انك مش عايز تتكلم بس عايزكم تفهموا كده. لان هنحتاج بعد كده في مسائل نبقى فاهمين القصه دي قد ايه. ممكن ما استفدش فيها، ممكن استفيد، فلازم تفهموا يعني المثال اللي بقوله ده لازم تفهموه. فهنحط واحد هنا، يبقى في الحاله دي انا عندي الماتريكس دي ضمنت في هذه الحاله ان الماتريكس دي ليها ديترمنت وبالتالي الانفكس بتاعه عمره ما هيكون ابدا بيساوي انفينيتي، لان هو واحد على ديترمنت. تمام؟ فعمره ما هيكون انفينيتي. لما اجي احسب التي تي ماينس 1 عرفنا ازاي ان انا احسب التي الكوفاكتورز ومش عارف القصه اللي كلها معروفه. وصلت للتي بهذا الشكل. ابتدي احسب بقى الماتريكس الكبيره عندي اكس بوك بتساوي اي اكس زائد بي واي بتساوي سي اكس زائد بي. احسب بقى الماتريكس الكبيره اي ستار وبي ستار ماتريكس كبيره خلاص. نرجع للرمز ده اللي هي كده عباره عن تي في اي في تي ماينس 1 زي ما قلنا المره اللي فاتت. اي ترانسفورميشن اي ماتريكس بضرب اليمين في تي والشمال في تي ماينس 1 والعكس تي ماينس 1 وتي هو الترانسفورميشن بتاعنا. بس خلي بالك من حاجه ان الترانسفورميشن ده هنبص لايه؟ يوصلنا الى ماتريكس مش شرط ان هي تكون دايجونال مش زي الاولانيه. الدايجونال دي كنا بنحصل عليها لما بنجيب ايه؟ الايجن فاليوز والايجن فيكتورز ليها بس ليها سته تانية. السته دي مش هتوصلني ليها دايجونال ماتريكس. تمام؟ طيب فيبقى الايه الجديده بتاعتي بهذا الشكل؟ الدي الجديده اللي هي تي في دي بهذا الشكل. السي هتبقى عباره عن سي في تي ماينس 1 بالشكل ده. نفس الترانسفورميشنز اللي احنا خدناها قبل كده وتعلمناها. فهلاقي ان الماتريكس الجديده بالشكل ده الماتريكس الجديده بتاعت الدي شكلها كده والماتريكس الجديده سي بالشكل ده. تعالوا نبص كده عشان تركزوا معايا. لو خدت الماتريكس دي 1 في 1 2 في 2 3 في 3 يعني هاخدها الماتريسيز الجزئيه من هذه الماتريكس باوردر عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمال. اصلا ايه اللي بتديها؟ مش مفهوم ايه اللي بتديها لانها ماتريكس 1 في 1 صح؟ الديترمنت بتاع الماتريكس زي ما قلتوا كام؟ 0. كويس. طيب تعالوا نكبر شويه. يبقى 2 في 2. تعال بص على الديترمنت بتاع الماتريكس دي. نون زيرو مش زيرو. كويس ويطلع ناقص واحد. كده. طيب تعالوا نطلع الماتريكس اللي هي الكبيره اللي هي 3 في 3. انا عارف ان 3 في 3 من الاول ان الرانك بتاعها هنا اقل من 3. تمام؟ فيبقى في هذه الحاله لما تلاقي الرانك اقل من 3 يبقى انا في عندي خلي بالكم الكلام اللي انا بقوله ده. يبقى في هذه الحاله الكنترولر ستيتس بتاعتي ما هماش التلاته. لما الاقي الرانك بتاعت الماتريكس بتاعتي اللي هي البي اي بي اي تربيع بي الرانك لما الاقي الرانك بتاعها اقل من اعلى اوردر في اقل من تلاته يبقى مش كل الستيتس بتاعتي
understanding. ان الستيتس الكنترولبل عندي هي عباره عن تو ستيتس، لان اول ماتريكس الاوردر بتاعها 2 في 2 الديترمنت بتاعها لا يساوي 0 هي ماتريكس من 0 1 1 0. يبقى كده دلوقتي في عندي هنا تو ستيتس كنترولبل وفي وان ستيت انكنترولبل. واضحه يا جماعه اللي بتوقع وصلت لنا؟ نقولها كمان مره. انا حسبت من هنا على فكره ما كنتش هشرح الحته دي، مش بشرحها قبل كده بس انا عاوز تعرفوها. الكلام ده مهم لازم تعرفه. انا عرفت ان انا الرانك بتاع الكنترولابيلتي ماتريكس. لقيت ان الرانك بتاع الكنترولابيلتي ماتريكس اقل من الاوفر، يعني اقل من ثلاثه. يبقى اول انديكيشن او اول مؤشر اقدر اعرفه في هذه الحاله ان في عندي ستيت نون كنترولبل، تمام؟ ان انا عندي في تو ستيتس او وان ستيت هما اللي بيكونوا كنترولبل. كويس؟ ولكن مش الثلاثه ستيتس كنترولبل، انا استفدت من دي ان الثلاثه ستيتس مش كنترولبل. كويس؟ بعد ما عملت ترانسفورميشن في القصه دي استخدمت ماتريكس جديده ايه؟ عشان اعرف عدد الستيتس اللي هي كنترولبل انا خلاص تابعت واحده، في واحده مش كنترولبل، تمام؟ ليه في واحده مش كنترولبل؟ لان انا عندي راجل بتاع اثنين مش ثلاثه. طيب في هذه الحاله لو انا عملت القصه دي قسمت زي ما قلت لكم هقسم من اقل جزء الى اعلى جزء، واحد في واحد، اثنين في اثنين، ثلاثه في ثلاثه، ثلاثه في ثلاثه خلاص مش محتاجه استفدت منها. فواحد في واحد هبص هنا اثنين زيرو، تمام؟ طيب اثنين في اثنين هتديني نون زيرو. يبقى كان في عندي الجزء اللي هو الكنترول ستيتس هو عباره عن الاثنين في الاثنين. يعني كان ده الجزء في الماتريكس اللي عبر لي عن الكنترول ستيتس. يبقى في عندي تو ستيتس كنترول وعندي وان ستيت ان كنترول، تمام؟ لان اعلى اوردر اداني نون زيرو هو كان اثنين في اثنين. اوكي؟ طيب كان ممكن تحصل حاجه ثانيه. كان ممكن تبقى واحد، تمام؟ وده زيرو زيرو. يبقى انا هستفيد كمان حاجه ثانيه، هستفيد ان انا في عندي تو ستيتس بالاضافه للستيت اللي انا استفدتها من هنا ان كنترول، وعندي ستيت واحده بس كنترول. كويس؟ فكان دلوقتي في عندي بارت، في بارت انا قلت دي كومبوزيشن، يعني جاي لي بارتيشن، في بارت من الماتريكس دي عبرني عن ان السيستم بتاعي في جزء منه كنترول معبر عنه بهذه الماتريكس 2 في 2، تمام؟ ايه اللي انا قسمته بعد كده؟ يبقى الماتريكس 2 في 2 يبقى خدت 2 في 2 دي عملت خط هنا وخط هنا ودي ماتريكس جزئيه. طيب طالما انا عملتها 2 في 2 يبقى دي اللي هي كانت 3 في 1 لازم ناخد الجزء اللي يقابلها هنا، لان انا كان عندي اسست جزء جديد خالص مكون من 2 في 2 هعمل له اختبار تاني. ايه الاختبار التاني بقى؟ الاختبار التاني هو عباره عن الستيتس اللي انا اكتشفت ان هي كنترولبل. هل هي اوبزيرفر ولا لا؟ فانا بعمل بارتيشن. يبقى انا اقدر اعرف السيستم بتاعي كله في كام ستيت؟ كام ستيت كنترولبل؟ يعني كام ستيت هقدر العب فيها اغير او الانبوت لما اغيره في عندي كام ستيت هتتغير؟ وحددت بجيبتهم ستيت رقم 1 وستيت رقم 2 وستيت رقم 3 ولا ستيت 1 و2 بس. مش بس كده، ده لما الستيتس دي تتغير كم واحدة منهم هيظهر تأثيرها في الأوتبوت وكم واحدة منهم مش هيبقى ليها أي تأثير خالص. زي مثلا تأثير حاجة في الاقتصاد، ممكن فئات معينة من الناس تتأثر من ارتفاع مرتبات، ارتفاع مرتبات الناس كلها تتأثر، لكن لو حاجة تانية تغير معين حصل مش كل الناس تستفيد نفس الفائدة. مثلا في حاجة سلعة معينة زي كده، اللي بيستعمل السلعة دي أو اللي بيستخدمها هو اللي هيتأثر بيها، فلازم أحدد احدد الستيتس المختلفه دي. ده سيستم الاقتصاد، ده سيستم احدد ايه هي الستيتس اللي هتاثر هيكون ليها تاثير في النادي اللي انا عامله، تمام؟ حتى لو كانت دايما كهرباء، الكترونيك سيرفيس، ميكانيكال سيستم، اي سيستم اقتصادي، اي سيستم حتى اداري. لما انا بغير في منظومه اداريه معينه، المفروض ما بغير في حاجه بشوف هل تاثير الحاجه اللي هتغير، انا بغير في الكيبورد، فغيرت في ستيتس معينه، هل يا ترى ليها